هذه الأمسية. طبعا كما أعلنت قبل الفاصل، موضوعنا في هذا الجزء الثاني حول قطاع السيارات. ما هو جديد قطاع السيارات، سوق السيارات، مصانع تركيب السيارات، وكلاء السيارات أو المصنعين؟ طبعا هذه المعلومات أو معلومات كثيرة تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر الصحافة الوطنية، بعضها حمل فيه جانب كبير أنه صحيح ووافقت عليه وزارة الصناعة، الوزارة التي هي معنية بهذا الملف. معلومات أخرى، اليوم مدير تطوير الصناعة لدى وزارة الصناعة أحمد زايد في تصريحات للإذاعة الوطنية نفاها، حيث قال الوزير، وهنا أقول أن هذه المعلومات التي تؤكدها وزارة الصناعة حتى الآن. طبعا أكد المدير العام لتطوير الصناعة أحمد زايد، وهنا أنا أنقل عن الإذاعة الوطنية، أن بعض الأرقام المتداولة في الصحف المتعلقة بعدد وكلاء السيارات أو المصنعين غير صحيح. طبعا ما هي الأرقام الصحيحة؟ ما هي الأرقام التي تعلنها وزارة الصناعة؟ طبعا السيد أحمد زايد سالم لدى نزوله ضيفا في برنامج ضيف الصباح اليوم الاثنين للقناة الإذاعية الثانية الوطنية، أنه إلى غاية مساء الأحد، يعني مساء أمسنا الأحد، تم سحب 152 رقم تعريفي عبر المنصة الرقمية، وهو رقم يخص جميع الراغبين في نشاط استيراد المركبات بمختلف أنواعها سواء السياحية أو النفعية. يعني من أبدوا رغبة مبدئية أو مبدئية جدا أولية هم 152 رقم تعريفي أو 152 جهة أو مؤسسة، لست أدري. كما أوضح ضيف القناة الثانية أنه لغاية الأحد، يعني أمس، هناك 21 فقط تحصلوا على الرقم التعريفي الذي يسمح لهم بإيداع ملف ناشط وكيل مركبات. يعني العملية هي يتم طلب الرقم التعريفي، يترشح لنيل الرقم التعريفي، بعدما تحصل هذه الجهة على الرقم التعريفي يودع طلب الحصول على صفة ناشط وكيل مركبات. يعني العملية لديها مراحل ولديها تصفيات متعددة حتى يتم الحصول على هذا الاعتماد. أما عدد الذين أودعوا ملفات تصنيع السيارات، يعني الذين اجتازوا المرحلتين الأولتين بنجاح، فلا يتجاوز إلى غاية الأحد، وهنا الكلام لأحمد زايد سالم طبعا إطار في وزارة الصناعة، لا يتجاوز 3 متعاملين مصنعين. وأكد مدير تطوير الصناعة السيد زايد سالم أعاد التذكير بميزات دفتر الشروط الجديد. وطبعا هنا مربط الفرس، دفتر الشروط الجديد هو الذي يحدد، هو الذي يكرم البعض ولا يكرم البعض، يعتمد البعض ولا يعتمد البعض. الجديد أنه يمنح تسهيلات كثيرة، إضافة إلى أنه يراعي حق المواطن من خلال إجبارية أن يتمكن الوكيل من التواجد عبر 28 ولاية على الأقل. هذا عدد أقل من الولايات يتواجد في 28 ولاية، حتى لا يكون ربما في هذا التمركز الذي طبع هذا النشاط في السنوات الماضية. وبخصوص المفاوضات مع شركة فيات الإيطالية، أكد المتحدث أنها قطعت أشواطا كبيرة وهي في مرحلتها الأخيرة والمتعلقة بالجانب التقني. طبعا حتى نناقش هذا الموضوع بتقنياته، بأبعاده، بنتائجه، طبعا يبقى معنا الأستاذ نبيل جمعة عبر سكايب، الخبير الاقتصادي. أهلا بك مرة أخرى أستاذ نبيل جمعة. كما يلتحق بنا أيضا وهو المهتم بصورة مباشرة بقطاع السيارات، أستاذ إسماعيل زيروق زغلاش، وهو خبير في قطاع السيارات وقطاع الغيار. أستاذ زغلاش مساء الخير. مساء النور أخ علي، تحياتي. تحياتنا أستاذ زغلاش. ما الذي يعني هذا التصريح؟ وسائل الإعلام تحدثت عن رقم ربما هو كبير من حيث عدد الذين أودعوا ملفاتهم إلى ذلك. مسؤول وزارة الصناعة قال لا، الأمور ليست هكذا، العدد قليل والإجراءات فيها تصفيات وثلاثة فقط أودعوا. كيف تقرأ هذا كخبير ومتابع في قطاع السيارات أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله فيما يخص هذا الملف، يعني تكلمنا فيه يعني عدة سنوات، هناك العديد من المهتمين في مجال استيراد السيارات. التصنيع ربما فيه بعض ما عندناش يعني صورة أدق، لكن فيما يخص وكلاء السيارات، يعني سجلنا أن هناك عديد من الوكلاء المهتمين
الذين تعاملوا مع مختلف دفاتر الشروط السابقة في السنوات الماضية وحضروا كل ما يجب، لكن كان هناك دائما مراجعة لهذا دفتر الشروط، تغيير وزراء. إذا نظن في الوقت الراهن هناك العديد من وكلاء السيارات الذين هم جاهزون، وأظن ما صرح فيما يخص 150 رقم تعريفي الذي أبدوا رغبة، أظنهم الوكلاء الذين لديهم أودعوا ملفات من قبل، لكن الآن يتعاملون مع النظام الجديد فيما يخص المنصة الإلكترونية. يعني عدد الوكلاء الراغبين يعني حقيقي، ونعرف ونحن نعرف يعني ما دمنا في الميدان نعرف بعض الوكلاء الذين يعني كانوا ينتظرون الإشارة الخضراء للانطلاق في إيداع ملفات الترشح. الآن حسب التصريح المدير الذي يشتغل في وزارة الصناعة، نحن نتبع التصريحات الرسمية، إذا 21 تحصلوا على الرقم التعريفي، يعني هذا رقم يعني لا بأس به، 21 متعامل تحصلوا على رقم التعريفي لإيداع ملف نشاط وكيل، إلا أن لا يوجد تصريح فيما يخص المتعامل الذين أودعوا ملفات فيما يخص استيراد. التصريح يتكلم عن المتعامل أودعوا ملفات لتصنيع السيارات. هذا ربما على المدى البعيد، المدى البعيد فيما يخص يعني ملف ثقيل التصنيع، هذا الثلاث المتعاملين راح تكون عندهم استثمارات سترى النور ممكن نهاية سنة 2023 أو بداية 2024، لكن يهمنا كذلك في الوقت الراهن ويهم يعني المواطنين الكرام الوكلاء الذين مهتمين بإيداع ملفات لاستيراد، حتى ربما نرى أول سيارة تستورد، والتي أظنها يعني أعتقد أنها تكون في نهاية السداس الأول، يعني بأخذ بالاعتبار كل الإجراءات للحصول على الرخصة النهائية ويعني عملية الطلب والتصنيع إلى أن تصل أول سيارة، ربما أظنها إن كما كل شيء على ما يرام أواخر السداس الأول من سنة 2023، يعني قبل حلول صيف 2023 إن شاء الله حسب الأستاذ رزوق راح تكون أولى السيارات هنا. وهذا الأخ علي يعني ربما يكون نديروا يعني بعجالة. عندنا هذه الرخصة البريالابل المبدئية، هذه صلاحية تاعها 12 شهر، متفق معي 12 شهر. في هذه الفترة لا الوكيل لا يستطيع أن يقوم باستيراد، الاستيراد يكون بعد الحصول على الرخصة النهائية الاعتماد النهائي. حتى أستاذ رزوق أنا ما فهمتش ربما هذه الرخصة المبدئية والرخصة النهائية، فهمنا واش معناتها بالضبط؟ علاش مثلا يعطوا له رخصة مبدئية لكن هذه الرخصة شكلية ولا يستطيع أن يستورد، بينما ينتظر حتى يحصل على رخصة نهائية؟ ما الجدوى من هذه الفترة تجريبية إن صح التعبير؟ نعود دائما إلى النصوص يعني الموجودة في دفتر الشروط. هذه الرخصة المبدئية يعني فيه ملف خفيف، إلا أنه في العدد خفيف ولكن في الوزن ثقيل. أول يعني أول دوكيومون يعني أول وثيقة هو بروتوكول داكور، حاب يقول العقد مع مصنع السيارات الذي يودع في هذا الطلب عبر الملف الإلكتروني. هذا يعني ملف مهم لازم يودع للحصول على هذه الرخصة المبدئية التي الفترة تاعها 12 شهر. أنا راح نشوف أستاذ نبيل جمعة، بقى معنا فقط أستاذ إسماعيل رزوق. أستاذ نبيل جمعة، قضية دفتر الشروط هو الفيصل، هو الفاصل، هو المحدد حتى نخرج، حتى نبتعد عن الممارسات التي كانت سابقة في العهد السابق وما حصل في هذا الملف وما تم فيه من خروقات كبيرة للأسف. اليوم حتى نخرج، حتى نبتعد عن هذه التجربة، دفتر الشروط ضابط جدا ودفتر الشروط صارم جدا. نعم، دفتر شروط الجديد خاصة
دفتر الشروط الجديد اللي فيه معايير دولية تاع الاستيراد، خاصة بالنسبة للوكلاء، لأن ما يخفاش عليك باللي كانوا يستوردوا، ما كانش دفتر شروط في السابق، كانوا يستوردوا سيارة اللي تسوى 4000 دولار ويبيعوها 14000 دولار. واش تقول معايير أستاذ نبيل، واش تقول معايير الدولية اللي راك تقول أنها مطبقة اليوم؟ نعم. واش هي هذه المعايير مثلا؟ المعايير هو شفنا المرسوم التنفيذي رقم 383/22 المؤرخ 17 نوفمبر الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط الوكلاء المركبات الجديدة الموقع من قبل الوزير الأول، وينص المرسوم الجديد على نشاط الوكيل يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة وعلى أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح الذي عرفه المرسوم التنفيذي، وأن المصنع بصفته الشركة الأم. اليوم ما كاش تلاعب، كانوا يجيبوا من ومن وما كاش المصنع الأم، وكان تلاعب. لماذا؟ لأن كان دفتر الشروط كان غير موجود. اليوم كان دفتر الشروط فيه معايير دولية، ما يقدرش الوكيل يتلاعب بدفتر الشروط، لأن داروا له كما يقولوا دي غارد فو، داروا له كما يقولك حواجز لتمنعوا باش يتلاعب بالسلع، وخاصة هذه مركبات. شفنا حوادث مرور كبيرة ترجع إلى نوعية السيارات. لهذا كما يقولك هذا النشاط يخصص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري وفق التشريع والتنظيم الساري المفعول. هنا اليوم دفتر الشروط هذا مضمون فيه معايير دولية من جانب التقني ومن جانب التجاري. نشوفوا كان ما كاش كما يقول لك في السابق ما كاش ضوابط تقنية ولا ضوابط تجارية، كان المصنع يجيب يدير أسعار كما يحب، يجيب قطع الغيار كما يقول لك ما فيهاش معايير دولية. اليوم تغيرت الأحوال. نعم. وتغير، أصبح دفتر الشروط هو كما يقول لك يشترط على الوكلاء الممارسة الفعلية لهذا النشاط. نعم. من أجل الحصول على الاعتماد. نعم. أستاذ رزوق زغلاش، السوق الوطنية، سوق الجزائرية، سوق السيارات، شحال تحتمل من وكيل كخبير؟ يعني شحال الحد الأقصى تاعها؟ والله هنا يعني ما تقدرش تحدد، يعني تحدد العدد، يعني هذا يخضع للقانون العرض والطلب. يعني المواطنين يجب ان تكون لديهم، نتكلموا عن الاستيراد، تصنيع موضوع اخر، اوكي، استثمار والتصنيع موضوع اخر. في يعني ما نظنش انه يكون فيه وكيل يروح يستثمر في عالم من العالمات ويجيبها يعني ما يكونش عنده هامش ربح، ولا ما يستطيعش ان تكون عنده يعني روتين سير انفستيسمون. يعني هذا خاضع لقانون العرض والطلب، والمواطن من حقه انه يختار السياره اللي يختارها في شروط، في حدود، يعني دفتر شروط بما وضعوا فيما يخص البنزين، فيما يخص شروط السلامه، هذه مفروغ منها. مع احترام الشروط الموجودة في دفتر الشروط، من المفروض المواطن لديه حرية اختيار العلامة أو الموديل. من حيث ربما سوق السيارات في الجزائر وهي تتلقى هذه المستجدات أو هذه التطورات الجديدة في السوق، أنت كمراقب أستاذ زغلاش، راهي السوق حاليا بعد ربما إن صح التعبير الصدمة التي تلقاها قبل أسابيع بأنه خلاص ملف استيراد السيارات والتصنيع وتركيب السيارات فيه جديد وسيتم الشروع في ذلك قريبا، هل الأمور ما زالت على هذه الصدمة أم أنها تكيفت معها وتنتظر هذه المرة الملموس؟ يعني عايشنا الفترات السابقة وكانت تدخلات وعلقنا على
على الدفاتر الشروط السابقة، إلى أنه يعني هالسنة يعني نلاحظ يعني جدية في التعامل مع هذا الملف، وخطوات يعني عملية يعني موثقة كما يقولوا، خاصة بعد الاتفاق إطار الذي تم مع شركة فيات، مع مجموعة ستيلانتيس علامة فيات. هذه الحمد لله يعني باركنا هذه الخطوات العملية والتوجه إلى شراكة رابح، وحتى يعني الإمضاء على دفتر شروط من طرف مجمع ستيلانتيس يبعث على الأمل ويعطي الثقة لبقية المتعاملين يعني الأجانب، لأنه إمضاء مجمع ستيلانتيس على دفتر شروط هذا هو معناه أن المجمع يعني متفق وراضي على كل البنود الموجودة، وفيه يعني نثمن يعني البنود الموجودة التي تخدم الجانب الجزائري كذلك فيما يخص نسبة الإدماج التي يجب أن تصل إلى 30% خلال أستاذ غداش. هنا أنا أريد أن أستفيد من تجربتك وأنت تشتغل مع الإيطاليين، حدثنا عن الإيطاليين في هذا المجال، طريقة تعاملهم، منطقهم في التعامل، كيف يقاربون الأمور، وهل تجد أنه قضية أنه أول مؤسسة ربما توقع اتفاقية إطارية مع وزارة الصناعة هي شركة إيطالية، كيف ترى هذا؟ والله العقد شريعة المتعاقدين. إذا كان العقد دفتر شروط واضح ومدروس وفيه أمور إيجابية تخدم الجانب الجزائري فهذا يعني مرحب به، ويعني إمضاء الجانب الإيطالي على هذا دفتر شروط خطوة عملاقة ومهمة، وكما قلنا كما أسلف سيفتح الشهية ويعطي الأمل والثقة لبقية المتعاملين الأجانب ليجدوا السوق الجزائرية فيما يخص التصنيع. كذلك كانت تصريحات المسؤول الأول فيما يخص مجمع ستيلانتيس المسؤول على المستوى الإفريقي والشرق الأوسط كان صرح حتى في حسابه على لينكد إن، قال بلي ربما سنتجاوز 30% نسبة الإدماج لأنهم سيقومون بعمليات التصنيع يعني معتبرة فيما يخص هيكل السيارة، فيما يخص يعني الشاسي، فيما يخص كذلك يتجاوزوا 30% لاطولي. دونك هما يعني راحين ربما متفائلين باش راح يكمل عمليه هذه الادماج راح تكون كبيره يعني اكثر من 30. استاذ نبيل جمعه، خلينا في هذه النقطه مهمه جدا في قضيه اول شيء المتعامل الايطالي وماذا يعني هذا، خصوصا العلاقات الاقتصاديه والعلاقات السياسيه بين الجزائر وايطاليا لا تحتاج لان نقول انها جيده وممتازه وتعيش فتره ذهبيه، هذا من جهه. من جهه اخرى ايضا قضيه انه رئيس هذا المجمع الايطالي قال انه يمكن الوصول الى نسبه ادماج 30% اقتصاديا، اعتقد ان هذا مبشر جدا. نعم، بالنسبه الى كما يقول لك الادماج، ادماج كما يقول لك من شروط المحدده للممارسة تصنيع سيارات في الجزائر، لكن يجب اليوم ما يخفاش عليك باللي مع الأزمة العالمية تاع الطاقة حتى المصنعين الأجانب لو يروا قانون الاستثمار الجزائري ممكن نشوفوا ولوج الكثير من المصنعين السيارات. لماذا؟ لأن اليوم ما يخفاش عليك باللي سعر الطاقة في الجزائر راو أقل بسبع مرات على الدول المتطورة، لهذا نشوفه ممكن هذا الوكيل الإيطالي سيبدأ في الجزائر ويتجاوز 30%. لماذا؟ لو يجيب الماكينات لتخدم الهيكل والهيكل تاع السيارة يمثل 60% من السيارة. احنا اليوم ما عندناش في الجزائر الماكينات الكبيرة التي تعمل الهيكل، اليوم نشوفه ممكن يكونوا مستثمرين أجانب يجيبوا الماكينات الكبيرة لابرس لتخدم الهيكل تاع السيارة هو الأهم ويمثل 60% من السيارة، وهذا شيء كما يقول لك سهل جدا. لكن اليوم المشكل وين راهو؟ المشكل هو
إعطاء كما يقول لك المعلومة إلى الأجانب، لأن قانون الاستثمار الجديد خاصة المادة 7 منه لازم تعميمها، وين تقول باللي المستثمرين الأجانب عند الولوج إلى السوق الجزائري من أجل استثمار والمشاركة مع مصنع جزائري، يقول لك راهو معفي من التعريفات الجمركية ومن التوطين البنكي ومن كل الشروط البنكية. لهذا اليوم ممكن كما قال لك الأستاذ، قال لك ممكن كي يدخل هذا الإيطالي الجزائر راح نشوفه كما يقول لك أكبر المصنعين راح يجوا الجزائر، لأن تولي منافسة تاع التكلفة تاع الطاقة. ما يخفاش عليك باللي السيارة التكلفة تاعها 50% هي الطاقة، والطاقة كي تكون أقل بسبع مرات في السوق الجزائري راح نشوفوا مصنعين كبار راح يجوا للجزائر. طبعا احنا ماذا بينا ربما رب ضارة نافعة إذا كان هذا العالم يعاني من مشاكل في الطاقة وتوفير الطاقة وما إلى ذلك، نحن نريد أن نجذبهم بهذا. أستاذ زغلاش، طبعا حسب متابعتك لنشاط هذا شركة فيات الإيطالية وتكلفة الإنتاج وسعر السيارة، خلينا نشوف السيارة التي هي في متناول المواطن البسيط هنا في الجزائر، تقريبا كيف هي الأسعار في إيطاليا، وكيف تتوقع أن تكون أسعار تلك المصنعة والمركبة هنا في الجزائر؟ الأخ علي، قبل ما نجيبك على أجيبك فيما يخص الأسعار، أريد أن أنوه بداية استيراد سيارات كما قلنا حسب ما ينص عليه إفتاء الشروط، هو بشروط بالرخصة النهائية. الرخصة النهائية تعطى بعد ما يتحصل العميل الوكيل على الرخصة المؤقتة، والرخصة المؤقتة يجب أن تصحب بتقارير اللجان المديريات مختلف المديريات لفيفي الذين سيعينون المنشآت الوكيل. عندنا في المديريات نتاع الصناعة، مديريات العقار، عدة مديريات. إذا أردنا أن يتحصل الوكيل بسرعة على رخصة نهائية وبداية الاستيراد، يجب أن تكون وتيرة هذه الزيارات الميدانية ووتيرة التقارير سريعة، لأنه هذه التقارير هي شرط للحصول على الاعتماد. باختصار فقط أستاذ، سؤالي فقط لأن الوقت والله خلاص، فيما يخص الأسعار لا نكون واضحين أن الأسعار المواد الأولية شهدت ارتفاع يعني معتبر، وهذا ليس في الجزائر، في مختلف البلدان الأوروبية نسبة التضخم يعني كبيرة كذلك. سعر المواد الأولى، سعر قطع الغيار ارتفعت، وأوتوماتيكيا سعر السيارة في الخارج ارتفعت. إذا السعر اللي راح يكون يعني أول سيارة تستورد في الجزائر وتباع، ما لازمش نكون يعني نضع في أذهاننا أنها ستكون بنفس السعر اللي كانت من قبل، راح تكون يعني منخفضة نوعا ما بالنسبة للسوق الموازية اللي موجودة حاليا، لكن لا تنخفض إلى أدنى حد كما كانت. ما راحش نشوف سيارة 98 مليون، أنا لا أظن ذلك، لا أعتقد. في اعتقادي يعني ربما أرخص سيارة راح تكون في حدود 150 مليون، هذه يعني أقل في دول، ونتمنى تكون أقل يعني أقل من ذلك، لكن حسب المعطيات ما راحش نشوفوا انخفاض كبير. وهذه ليست ربما هي خاصية جزائرية، لأنه كثير من دول العالم تعاني من التضخم، المواد الأولية، سلاسل التوريد والأسباب طويلة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إسماعيل ريزوق زغلاش، الخبير في قطاع السيارة وقطاع الغيار، والشكر الجزيل أيضا للأستاذ نبيل جمعة، الخبير الاقتصادي الذي رافقنا طيلة هذه الحصة. كما أشكركم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة في حلقة اليوم من البلاد اليوم. ألقاكم بخير، السلام عليكم.